الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فجر کی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی نماز والا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر آپ نے سورة فاتحة 11 مرتبہ پڑھنی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اس کے بعد آپ نے چار کل جو ہیں یہ 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. چار کل میں پڑھنے کا طریقہ، چار کل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين. سورة اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اور پھر سورة فلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر آپ نے یہ آیت جو ہے 11 مرتبہ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور اس کے بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تین مرتبہ یہ پڑھنی ہے. سلام قولا من رب الرحيم. سات مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے جسم پر آپ نے اس کا دم کر لینا ہے. 11 مرتبہ درود شریف، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، چار کل 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور ولا یعودہ حفظہما 9 مرتبہ، اور اسی طرح آپ نے یہ آیت جو ہے یہ 3 مرتبہ، اور سلام قول من رب الرحیم 7 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے بچوں کے جسم پر دم کر کا خاص کرم ہوگا.